الاخبار حلقتنا النهارده من الكاراتيه. محمد الدهراوي يفوز بمنصب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه في الانتخابات اللي اجريت النهارده بمقر اللجنه الاولمبيه المصريه بالحصول على 164 صوت مقابل 78 صوت لمحمد مصلحي و15 صوت باطل في اكبر جمعيه عموميه للاتحادات الرياضيه المصريه بتضم 257 هيئه رياضيه. ورغم ان الكاراتيه رياضه غير اولمبيه ولكن ليها شعبيه كبيره جدا وقاعده ممارسين تقريبا تكاد تكون في المرتبه الثانيه في مصر او الاولى بعد السباحه او قبل السباحه، جمعيه عموميه كبيره بصراحه يعني تخض. والحقيقه منافسه كانت شرسه، والنهارده اسفرت الانتخابات عن مجلس الاداره برئاسه الاستاذ محمد الدهراوي واللي كان هو رئيس الاتحاد في الدوره الماضيه، ايضا مع سيد نصر نائبا والاعضاء عصام الدين عبد الرؤوف، سامح الشبراوي، محمد سعد، امين الزعبلاوي، خليفه السيد واحمد عزت. وامس ايضا كانت انتخابات شرسه في اتحاد السباحه واللي اسفرت عن فوز المهندس ياسر ادريس بالحصول على 8 اصوات وحصول منافسه رؤوف نور على صوتين في الجمعيه العموميه اللي بتضم 10 هيئات. وكنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، يعني شوف الكاراتيه والسباحة أكبر نسبة ممارسين في مصر، الكاراتيه 257 هيئة، السباحة 10 هيئات فقط. كاميرا ملعب الأبطال كانت موجودة، تعالوا نتعرف على اللقاءات ونشوف اللقاءات، لقاءات انتخابات الجمعيات العمومية والاتحادات الرياضية ونرجع تاني. النتيجة الحمد لله في الآخر هي اللي بترد على كل إثارة المشاكل والكلام ده. الحمد لله يعني برضو لما تبقى النتيجه ده شرف كبير وتقدير كبير من الانديه ليا. يعني احنا ميزانيتنا اتحولت من 5 مليون ل 77 مليون في 12 سنه، فده اكيد يعني طموح احنا اشتغلنا عليه، يعني هنكمل المسيره لان احنا الحمد لله لينا نتائج كبيره كويسه. نصر كبير الحمد لله من عند ربنا سبحانه وتعالى، وده ان دل على شيء فيدل على النجاحات المتتاليه للقائمه، وده انتصار كبير جدا وشرف كبير. واحنا طبعا بنشكر كل الانديه واللي ادتنا الصوت يعني، وبنشكر طبعا المهندس ياسر ادريس على الجهد الكبير جدا جدا، ويعني كلنا ايد واحده وان شاء الله نكمل مسيره الانجازات على غير ان شاء الله. والله احنا عندنا ملفات دايما متصله ومن اول يوم واحنا بنهتم جدا جدا بالناشئين، واعتقد ان احنا مكملين في القصه دي. وبقى عندنا يعني ميداليه ذهب في الغطس لاول مره في التاريخ من سنين. عندنا فريق كره ميه واعد صاعد ان شاء الله، سباحه المياه المفتوحه ترجع تاني بقوه، البليل المائي مكمل ان شاء الله الانتصارات والانجازات، السباحه ان شاء الله يبقى في صف تاني وتالت ان شاء الله، كل ده تحت الملاحظه ان شاء الله ونكمله على خير باذن الله. ان شاء الله يعني زي ما نجحنا في الدوره اللي فاتت والدورات اللي قبل كده، ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، وان شاء الله هيبقى في تعاون مثمر مع كل الانديه باذن الله لصالح اللعبه ولصالح الدوله باذن الله رب العالمين. كل ملفات السباحه مهمه لان هي كذا لعبه مش لعبه واحده، احنا اتحاد العاب الماء ما بقيناش اتحاد السباحه، فالعاب الماء عندنا الحقيقه كذا لعبه، فاحنا ضروري ان شاء الله يا رب العالمين نركز الفتره اللي جايه زي ما ركزنا الفتره اللي فاتت وجبنا ميداليات ذهبيه في وجود المهندس ياسر ادريس رئيس مجلس الاداره، ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله ربنا يكرمنا واحنا نشتغل على الاولمبيكس من دلوقتي باذن الله يا رب العالمين. نروح لاخبار بطولة العالم للقوى البدنية المقاومة في ولاية شيكاغو الامريكية، وبعثة مصر حصدت 11 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية. وشاركت مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم آلاء محمد وزن 60 كيلوغرام، وعبد الرحمن جابر 60 كيلوغرام، واحمد سعيد 82 كيلوغرام، وامير سعد 125 كيلوغرام، ومحمد خلاف 140 كيلوغرام. وابرز نتائج مصر طبعا توج حامد خلاف في وزنه بميداليتين ذهبيتين في ميزان 140 كيلوغرام ايضا، حيث احرز ذهبيه القوه الكامله وذهبيه الديد ليفت محققا 400 كيلو سكوات و190 كيلو بنش و272 ونص ديد ليفت، ومجموع 962 ونص كيلوغرام في وزن 140 كيلوغرام. وفاز عبد الرحمن جابر في وزن 60 كيلوغرام بالميدالية الذهبية في السكوات محطما رقم العالم. وأحرز أمير محمد سيد
وزن 125 كيلو جرام، ذهبيتين ذهبية كلاسيك رو وذهبية الديدليفت، محققا مجموع 922.5 كيلو جرام في رياضات كده ممكن تكون مش أولمبية أو مش معروفة، ولكن بتحقق لمصر نتائج هايلة وليها عدد كبير من الممارسين. وأهم شيء إنك لما تشارك في رياضة جديدة أو تكون موجود في رياضة جديدة تحقق مكسب عالمي وترفع علم بلدك، وده شيء جيد جدا بنتمنى نشوفه في كل الرياضات بصراحة. ده طبعا بنتكلم على القوة البدنية، واحدة من الألعاب اللي بدأت خلاص تنتشر على مستوى العالم. بكده خلصت تفاصيل أخبار ألعابنا الفردية.